استضافت مصر للطيران يوم الطيران المدني المصري بحضور الطيار حسام كمال وزير الطيران وحسين دباس نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالشرق الأوسط وأفريقيا. وفي كلمته أمام المؤتمر قال كمال إن السلامة الجوية والقضايا البيئية المتعلقة بالطيران تعد من أهم التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في الوقت الحالي. إننا في وزارة الطيران المدني ندعم بشكل كامل دور الأياتا في مواجهة التحديات الكبرى لتعزيز حركة الطيران حول العالم من خلال خلق قنوات فعالة بين شركات الطيران الأعضاء والعمل على ابتكار استراتيجيات جديدة تجعل السفر بالطائرة أكثر أمناً ومراعاة للبيئة ومساندة للمساعي الدائمة للشركات المصنعة للطائرات لابتكار طائرات صديقة للبيئة أخف وزناً وأقل استهلاكاً للوقود بالإضافة إلى توافر أعلى مستويات السلامة والأمن.